Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa sahbihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inni ahmadullah azza wa jal ala tawfiqihi wa taysirihi. Badi'a zi bid'in ahmadullah al-alil azim an hayya'a li dawlati Malaysia amatan waliwilayati Bahan walijami'ati As-Sultan Ahmad Shah al-Islamiyah khasatan hazi al-fursata azimah wal-munasabata al-tayyibah al-karimah lihuduri hadha al-mu'tamar al-duwali ala ardi dawlati al-hindi al-azizah. وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير باسم حكومة ولاية بهان لأستاذ دكتور محمد عبد الحكيم الكندي رئيس جامعة المركز الثقافة السنية الإسلامية على كرم ضيافتهم وحسن إعدادهم وتنظيمهم لهذا المؤتمر الدولي المبارك. كما أتقدم بالشكر الجزيل لرابطة الجامعة الإسلامية ومعالي الأمين العام الأستاذ دكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعة الإسلامية ووكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري ورئيس الجامعة الأزهر الأسبق. كما أود أن أعرب عن عميق تقديري وشكري للقائمين على هذا المؤتمر الدولي أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة الحضور الكرام. أشعر بسعادة غامرة وسرور كبير لمشاركتي في هذا المؤتمر الدولي الذي يضم كوكبة من علماء العالم الإسلامي الأجلاء. كما أتقدم بوافر التهاني والتبريكات لجميع المشاركين المقدمين للأوراق البحثية من شتى أنحاء العالم الإسلامي. السادة الأفاضل وسيدات الفضليات، الموضوع الذي اختير أن يكون عنوانا لهذا المؤتمر الدولي الشراكة الدولية للجامعة الإسلامية لحد من ظاهرة التغير المناخي. إن تحقيق الشراكة الدولية للجامعة الإسلامية لتقديم الحلول والإسهامات لمعالجة ظاهرة التغير المناخي لهو بحق واجب على الجامعات الإسلامية، فهي عنصر رئيسي من المجتمع الجامعي العالمي، ويقع على أعاتقها مسؤولية كبيرة بما لها من خبرات علمية وأكاديمية وتربوية. فتستطيع الجامعات الإسلامية أن تصبح
syarikan muhimman fil mujtama' ad-duwali bima yuqaddimuhu ulama'uha wa bahisuha wa mufakkiruha min ishamatin wa abhasin maidaniyatin wa taqniyah wa tarbawiyah wa wiqaiyah wa iktirahat wa amalatit tawaiyah litulab wal mujtama' li ilaji qadiyati taghayyuril manahi allati asbahat tumassilu tahdidan khatiran lil bashariyati wa badat tahaddil akbari alladhi tuwajjihuhu ad-dawlul jami'a inna taqdima at-tasawwuril kamilil ilmi wa tatbiqi wa tarbawi lil hifazi 'alal bi'ati wa mawaridiha wa himayatiha mit talawusi wal ifsad bima yad'amu 'adalata istikhdamil bi'ah wa bi shaklin yuhaqqiqu amna al mawarid at-tabi'iyyah wal istighlal al amsal laha wal istismar fiha lahu dawrun mihwariyyun lil jami'ati al islamiyyah fi awtaniha wa buldaniha wal 'alam ajma' wal qiyamu bidzalika wajibun insaniyyun wa mihaniyyun yanbaghi an tajtahid fihi الجامعات الإسلامية لمجابهة التحديات والمخاطر المناخية وقد أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام رحمة للعالمين ومن ضمن ذلك البيئة التي تحيط بالإنسان من الماء والهواء والحيوان والنبات وغيره وعالمية الإسلام وخلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان تجعله مواكبا لكل القضايا والمشكلات المعاصرة والمستجدة على مر العصور والأزمان وقد كان الإسلام السبق في جعل المحافظة على البيئة ومواردها قيمة من القيم الأساسية للحضارة الإسلامية والإسلام هو الدين الشامل للحياة دينا ودنيا واجتماعا واقتصادا وبيئة وغير ذلك قد اشتمل على الحلول ناجعة لكل المشكلات المعاصرة ومنها الحفاظ على البيئة ومواردها فمن بحث في القرآن الكريم وسنة النبوية وجد الاهتمام بالبيئة ومواردها في تنظيم العلاقة بين الإنسان وبيئته من خلال نظرية التسخير والاستخلاف والأمانة والمسؤولية في الحفاظ على البيئة ومواردها وإمارتها وتنميتها ضمن الضوابط والإرشادات تسهم إسهاما كبيرا في الحفاظ على البيئة ومواردها وحل الكثير من المشكلات المتعلقة بها وعلاج هذه المشاكل البيئية يتلخص بما وضعته السنة النبوية من ترشيد الاستخدام هذه الموارد البيئية بالوسطية والاعتدال وعدم الإسراف إضافة إلى التشجيع على تنمية الموارد البيئية وحمايتها من الفقدان والهلاك كيف لا وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن طريق شعبة من الإيمان والتركيز على معرفة التكاملية بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية الأساس والجوهر لتطوير شتى العلوم واستكشاف المجالات المعرفة الأخرى من خلال أطروحاتكم القيمة ومناقشتكم البحثية
لسياغه منهج التكامل بين العلوم والمعارف الانسانيه والاسلاميه لتحقيق البيئه النظيفه والحد من التغيرات المناحيه من اجل صياغه التطور الحضاري للامه العربيه والاسلاميه الذي تصبو اليه شعوبنا وتستحقه. واخيرا اكرر شكر لحضراتكم، وارجو لكم مؤتمرا متميزا وناجحا في ارض الهند المباركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.